الدكتور إسراء أحمد السعيد، استشاري جراحات الفم والأسنان بكلية طب القصر العيني، ماجستير جراحات الوجه والفكين كلية طب القصر العيني، ماجستير جراحة الفم والأسنان كلية الطب القصر العيني، حاصل على الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان جامعة سيفيا، عضو الجمعية الأمريكية لجراحين الأسنان. أهلا بيكم. عايز أقول لكم إنه في ناس في العالم كله مشاهير عندهم مشاكل واضحة جدا في أسنانهم، وخلينا أكلمكم عن سويرس، لويس سويرس أو سواريس، اللعيب المشهور جدا الآن في أتلتيكو مدريد، وكان قبل كده في برشلونة، وقبليهم كان في ليفربول. عنده بروتروجن باين جدا في السنان وباين جدا في الفك، والموضوع يعني واضح كمان، عنده حاجة واضح إنه بيكز كتير على سنان، ولو قصة أو قصص مشهورة جدا في إنه هو قام بعمل بايتينج، عمل عض لزملائه في الفرق، يعني أول واحد عضه ده أعتقد كليني بتاع إيطاليا، عضه عضة في ماتش في كأس العالم، تالت طرد في العضة دي، وكانت مشكلة كبيرة جدا جدا في الملعب. وطبعا يعني الصور هنا بتوريك العضة قسوتها عاملة ازاي في من وكانت قبل كده برضو عض واحد اللعيب صربي اللي هو إيفانوفيتش ده مدافع تشيلسي، عضه في مباراة أخرى قبل كده. الحكاية الكزع سنان والعض ده بيبوظ السنان، وغير كده زي ما قلت لكم هو مفروض دكتور سنان شاطر قوي يشوفه، شاطر جدا يعالج له، لأنه هو هيعاني من مشاكل في الفك كتيرة جدا في المستقبل. خلينا بنتكلم عليه ليتر اون، بس انا بقى يعني حبيت ان انا اقول لكم انه في العالم في مشاهير مش عارفين يتعاملوا مع اسنانهم بشكل جيد. في لعيبه كوره لغايه دلوقتي، يعني كان في لعيبه مشهورين جدا جدا في بايرن ميونخ، في حتت كتيره في العالم، وبياخدوا ملايين الدولارات، لكن اهتمامهم باسنانهم صفر صفر. خلينا النهاردة نشوف عدم الاهتمام بالأسنان يودينا فين، يخلينا نروح في أنهي طريق، يروح في طريق وحش. بس طب الأسنان عنده مقدرة مع التقدم في التكنولوجي إن هو يجيبك من أي طريق وحش. فقدت السنتين ثلاثة هنعرف معك سنان التسويس والتهبت اللثة والسنان بايظ، بيطلع الحلق رائعة، الزراعة في الفك كله موجودة حتى لو فقدت معظم سنانك، فمبقاش في حجة، مهم ان انت تاخد الخطوة الاولى بس. ضيفتي العزيزة اللي هتحكي لنا على الخطوات الاولى والخطوات الجيدة والصحيحة في عالم مهم جدا، في عالم الزراعة، في عالم طب الاسنان بفروعه المبدعة، في حوارها دائما استاذ الدكتورة اسراء السعيد، استشاري جراحات الفم والاسنان بكلية الطب، وصاحبة ماجستير جراحة الفم والاسنان، والحاصلة على الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان من جامعة سيفيا، عضو الجمعية الأمريكية لجراحات الأسنان. أهلا بيك. أهلا بيك دكتور أين، منوراني، ربنا يخليك، ده نورك. أنا ما أعرفش تتابع كرة ولا لا، بس في لعيبة كرة كثيرة في العالم عندهم مشاكل في السنة. أنا بصراحة مش بتابع، بس أول مرة أعرف إن في حد عض حد في ماتش. ده لعيب عالمي، ده انتقام جبابرة. ده مش في ماتش واحد، تعددت، بس دول أشهر حدثتين. ده متعود يعض بقى لما يتنرفز. إبراهيموفيتش في تشيلسي، وعض كليني في كليني، لا مش زميله، ده مش هيحاول يعالج سنانه عشان هي مصدر القوة عنده مبدئيا. هو مش هيعالجها. لا هو لعيب عالمي يعني. لا قولي لي بقى، يعني واحنا بنتكلم عن الزراعة، الزراعة واحدة من حلول طب الأسنان صح؟ اللي بتقول للناس مهما كنت زي الأغاني بقى الجميلة كده، في إيد هتتمد وتجيبك وترجعك لبر الامان صح؟ صح. بتتفاجئ ليه؟ مش عارفه الاغاني اللي بتقولها. بحاول ان انا يا رب يا ويلي دلوقتي. لا انت عارفه ان انا شاعر. ما شاء الله.
لا يعني عايز اقول انه مهما كانت الامور سيئه وسودة في فم بعض الناس، الزراعه بترجعها تاني. طبعا طبعا الزراعه الحل الامثل للاسنان المفقوده. في برضه من الحاجات الغريبة قوي يا دكتور أيمن، إن من كتر ما الناس بتسمع حلقات على الزراعة مني ومن بعض الزملاء، بيبقى عندهم اعتقاد إن الزراعة هي الحل لكل حاجة ونعمل زراعة في كل الحالات. يعني مثلا في واحد جه بيقول لي أنا ضرسي دوت واجعني قوي وعايز أعمل له حشو عصب، أو الناس بتقول إن حشو عصب بس أنا مش عايز أعمله، أنا عايز أخلع وأزرع. الناس لغت كل فروع طب الاسنان من كتر ما هي بتسمع الكلام عن الزراعه. لا ده الكلام مش مظبوط. هو مهما كانت الزراعه هي حل مثالي، بس حل لمشكله، مش هنحل حاجه هي اصلا مش موجوده. يعني الناس تيجي تقول طب بدل ما انا اركب طربوش فكده كده بعد ما هزرع هركب برضو طربوش على الزرعه، فطربوش بطربوش انا اخلع وازرع. لا طبعا مش حاجه اسمها كده. يعني احنا في يوم من الايام ازاي ده هتوجعني؟ طب ما اشيلها بالمره دلوقتي عشان ما تبقاش توجعني بعد كده. لا مفيش حاجه اسمها كده. الزراعه بتتعمل لما يكون الضرس ده مفقود او هيفقد خلاص، يعني هو خلاص في الفاينل ستيج وهو مش هينفع فيه علاج، سواء ملخلخ سواء عنده كيس دهني سواء عنده مشكله ايه هي، هو خلاص هيفقد. فده الحل اللي احنا او دي المشكله اللي احنا بنحلها بالزراعه. لكن حاجه سليمه نحلها بالزراعة؟ لا. يعني ما ينفعش تحل حاجة هي أصلا مش موجودة، مش عندك مشكلة. وما ينفعش الناس تقول مثلا طب ما أنا بدل ما أعمل علاج عصب والدرس ممكن يرجع الوجع فيه تاني، أو أنا أقعد وأتألم بعد علاج العصب، طب ما أنا أخلعه وأزرعه وهو ألم مرة واحدة. هي مش بتتحسب كده. ما ينفعش نحط حاجة مش في مكانها، لازم الحاجة تتحط في مكانها. وانس ان السنة ديت مش موجودة واحنا مش موجودة، او هتبقى مش موجودة بعد فترة زمنية قصيرة جدا، ده الوضع اللي احنا نعمل فيه زراعة. لكن وانس ان السنة قابلة للعلاج، لا ما نستعجلش الزراعة على قد ما نقدر. السن بتاع الزراعة يبدأ من امتى؟ ممكن ازرع من امتى؟ من 18 سنة. من 18 سنة. يعني لكن السن المناسب، او يعني عشان الكلمة دي معناها انها بتقول ان لما حد يكبر في السن ما يفكرش يزرع عشان هو كبير في السن. بالعكس. لا خالص. خالص الكلام دوت مش حقيقي. وبرضو المعلومه اللي الناس بتتوه عنها، ان لما يكون حد ساي كبير في السن من وجهه نظر الاخرين ما يحاولش في الزراعه عشان نسبه نجاحها بتقل. لا 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 خالص، ملهاش اي علاقه. انا بايدي زرعه امبارح لشخص 93 سنه، ما فيش حاجه اسمها كده. ما شاء الله ربنا يديله العمر يا رب. فيش حاجه اسمها كده. طب ما وهو ربنا يا رب يديله العمر والصحه، صحته كويسه جدا ما فيش اي مشكله. انت ممكن يجي لك واحد عنده 20 سنه وحالته مش كويسه خالص. مين اللي هيبقى الفيلير ريت بتاعه اعلى؟ مين اللي هيكون عنده مشكله اكتر، ابو 20 ولا ابو 90؟ ابو 20 على فكره هو اللي عنده مشكله. فالسن مش هو البوردر لاين اللي بنتكلم فيه اطلاقا. احنا عندنا البوردر لاين هو الحالة الصحية للمريض، يعني لو عنده سكر لازم يكون مظبوط، لو عنده ربنا يشفي كل الناس يا رب، لو عنده كانسر وبياخد كيماوي او اشعاع لازم نبدأ بعدهم بست شهور، لو عنده مشكلة في الكلى او في الكبد لازم تبقى الحالة مستقرة، مشكلة في القلب لازم يكون ادوية السيولة نقدر نوقفها على الاقل 3-4 ايام. الحاجات ديت وانس انها كانت مستقرة وكويسة نسبة النجاح بتاعتك بترتفع. حد بقى سليم خالص نسبة النجاح عندك أحسن وأحسن. وبرضو في حاجة الناس بتغفل عنها، في حاجة اسمها unknown factor، بمعنى إن ممكن أنت تكون كل حاجة موجودة والزرعة ديت الجسم يرفضها، أو الزرعة دي ما يحصلش الالتئام الكامل مع العظم. في حاجة اسمها unknown factor، يعني مش لازم، ودي طبعا نسبتها قليلة قوي، بس مش لازم إن كل حاجة تطلع لها سبب، لأن إحنا مش المفروض ده مش شغل نيابة. هو حضرتك حصلت مشكلة لقينا ان في حاجة عندك في جسمك فيها مشكلة، او بتدخن بشراهة ومش بتقول، او بتشرب الكحول بكمية كبيرة ومش بتقول، او 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 دي عوامل موجودة حضرتك. كل ده مش موجود والدكتور ده بروفيشنال وليه سابقة اعمال قوية ومعروف ان سمعته كويسة، لا يبقى اسمه unknown factor. ان ما فيش حد غلطان بس حصل كده. يعني ممكن جدا تبقى انت ما اكلتش اي حاجه مضره، ما خرجتش اكلت بره، ممكن تبقى كل حاجه وجالك برد في بطنك. هتقول بقى السبب بالظبط ايه الاكله؟
في حاجات unknown factor. فدي من الحاجات لازم الناس تستوعبها. مفيش حاجة اسمها ان انا هروح هنقي الزرعة الفلانية، هنقي الدكتور المشهور، هعمل كذا وانا هضمن النجاح 100%. مفيش حاجة اسمها success 100%. احنا بنقرب نسب النجاح لأعلى مستوى، أعلى مستوى ليها. لكن 100% دي مش ده مش شغل بني ادمين. فالناس لازم تستوعب ان حتى لو حصل مشكله وارد حدوثها، بس بنسبه قليله جدا بس. كلمه انسان مؤهل، انسان مؤهل، انسان مؤهل للزراعه وانسان غير مؤهل للزراعه، ده اللي انا عايز اتكلم فيه. وكلمه مؤهل لو انا خدتها من وجهه نظر الطب بقى كعلم، يعني نقول على ايه، عليها ايه، ازاي نجهز انسان، ازاي نخليه جاهز انه فعلا سيوتابل للزراعه، وانه يكون احنا عملنا كل ضيقنا المساحات على كل العوامل اللي قد تجعل الزراعه فاشله، بعدناها قفلنا كل الابواب الوحش زي ما بيقولوا. ازاي نعمل الحاجات ديت؟ احنا عندنا ثلاث عوامل هما اللي بيهيئوا المريض ده لزراعه ناجحه. اول عامل المريض، انه يكون صحته جيده وحالته الصحيه مستقره، وات ايفر هو عنده ايه لازم تكون الحاله مستقره. وطبعا بنعمل تحليل ونتاكد. الموضوع ده فيه سر بيغيب حتى عن الدكاتره، وده الدكاتره ما بتلجاش ليه غير لما تسال ايه يا جماعه اللي بيحصل، ويجيب كتب ويقرا ايه اللي حصل. فيتامين دي، فيتامين دي ده المفتاح بتاع مشاكل كتير جدا في طب الاسنان وفي الجراحه كلها. ده ناس بتقعد سنين تشتغل وما تعرفش ان دوت عامل كبير جدا في فشل الزراعه، بس ما حدش بيلجأ له ولا حد بيفكر فيه خالص. تاني عامل، احنا كده قلنا صحه المريض والتزامه بكل حاجه، يعني ما يجيش واحد بيشرب علبتين ثلاثه اربعه سجاير في اليوم واحنا بنتارجت السكسس، وفي موضه طالعه ان هو ياخد يحط حاجه في بقه وياخد السيجاره من مراخيه، في كده تكنيكس، مفيش حاجه اسمها كده. مدخن يعني مدخن حضرتك، مفيش حاجه اسمها بغطي. في فعلا حد جالي زارع تحت هنا، فقام حاطط كل ما يجي يشرب سيجاره يحط قطنه على مكان الزراعه ويشرب من الجنب ويقول لك بس بطلع من مراخيري، مفيش حاجه اسمها كده. مدخن يعني مدخن، يعني على فكره يعني ده بقى مبدع، ده بيسموه، لا ده بيسموه يعني بينه وبين الجنان شعره، ده ما فيش هو كلام. مش فاهم النيكوتين بيدخل كده كده، النيكوتين داخل فين وجاي، هو فاكر انه بيعدي كده يعني بيعدي من بره. لا ما فيش حاجه اسمها كده، هو حب بيبقى من جوه مش بيعدي من بره، من الوصول الدموي، هو بيوصل للرئه والرئه بتوصله للجهاز، هو مخه السيركيوليشن وصله ان هو لو غطى بقطنه فهو كده منع الدخان، فهو كده هيشرب هيضحك على الزرعه. انا مش شايف اي مبرر للمدخنين لبره، مش شايف اي مبرر للمدخنين. ايه تبقى عادة بس مش كويسة، لازم يبطلوا كلهم. مستحيل، لازم التدخين كل شركات السجاير هتزعل منك دلوقتي. بصي يعني فعلا في فيلم صعب، في ده فيلم بيبقى زي المدمن، مش عارفة، في فيلم رائع جدا جدا، بطلة الفيلم عندها مخزن شايلة هم حزن ان العيلة كانوا بيتاجروا في الدخان وبتعتبر ان ده ذنب في العيلة، وده حقيقي فعلا، ده ذنب كبير جدا في العائلات اللي بتتاجر في الدخان. خلينا واقعيين يعني، هو مشكلتهم ان هم بيعرضوا نفسهم ان عمرهم بيقل. هو اللي انا وجهه نظري ان مش مهم الواحد عمره هيبقى قد ايه، بس اللي يعيشه يعيشه مرتاح وصحته جيده، ده الكونسبت بتاعي. فدوت الصح. التدخين بيبهدلنا، بس احنا عندنا عوامل. ساي مثلا عندنا حد ما عندوش سنان خالص، طيب الحاله مثلا ديت احنا عايزين نعمل لها زراعه، اول حاجه تطمننا على الضغط، السكر، القلب، الكبد، الكلى، امراض الدم. طبعا هي مش مدخنه لان هي سيده مش متعوده على موضوع التدخين. عاده اللي بيدخن بيبقى راجل عاده. طيب احنا عايزين نعمل ليها اسنان، هنعمل ايه؟ الاول حاجه هنعمل اشعه. كده احنا عندنا عامل المريض، دخلنا في العامل بتاع ايه؟ الدكتور. نعمل اشعه نشوف الزوايا بتاعتنا والفك يشيل كام زرعه، علشان المقوله اللي طالعه اول ان فور، لا مش عارف اسمها اول ان فور،
يا جماعه مش مفيش حاجه اسمها اولين فول، لا في، انا قصدي اقول مفيش حاجه اسمها ان تنفع لكل الناس، هي مش فكره توفيريه، هي الناس فاكره كده ان الدكتور اللي شغال اولين فور ده بيوفر لك، بدل ما بتدفع 8-6 زرعات بتدفع 8-4، مش حاجه اسمها كده، اللي الاربعه دولات ليهم شغل معين، ليهم وصلات او اباتمنتس معينه، ليهم تكنيكس معينه، هو حضرتك ممكن الاربعه يكونوا بثمن الستة واكتر، هي الفكره الاحتياج ليها ايه. الحالة ديت عملنا لها 6 في الفك العلوي، وبعد فترة معينة بنفتح على الزرعات، بنعمل التكنيك اللي بحاول ان انا اوصل المعلومة ديت للمريض علشان بس يستوعب الاحسن ايه، وبرضه يمشي مع الطبيب اللي هو الطبيب المعالج، هو ممكن يغير الكلام اللي انا بقوله تبع الحالة اللي قدامه، بس دوت اللي هو بينفع لمعظم الناس الأحدث الأفضل. إن إحنا بنعمل الأول شاسيه داخلي معدني، بنغطيه ببورسلين أبيض، بنبدأ نبني عليه الأسنان، بنبدأ نعمل كمان اللسة ونلونها، بنبدأ ندي شكل طبيعي جدا تبع العضة بتاعة المريض من حيث الطول بتاع العضة وعرض الأسنان بالنسبة لعرض الوش، بنوصل التركيبة دي، بنوصلها بالزرعات اللي احنا حاطينها في فم المريض عن طريق مسامير بنربطها بيها. الموضوع دوت جميل جدا، ناجح جدا. ايه بقى المزايا بتاعته؟ ان انت لو عندك اي مشكلة في الاسنان، سي اتخبطت السنة، اتكسرت منها حتة، وارد، التصنيع الطبيعي بيحصل فيها كده، هنقدر ان احنا نفك المسامير ده هي كلها، طك 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 طك، نوديها المعمل، كملي الحته اللي ناقصه ديت او اللي اتكسرت ديت، نرجع الشكل. صعب انك تتصور ان السيده ديت عامله زراعه، لان انت زارع اسنان، زارع لسه، ظابط خط الابتسامه، ظابط الشفايف، مقفل كل اللمعه بتاعتها نفسها جميله، هتحس ان بالعكس الاسنان ديت طبيعيه جدا. ازاي؟ فده جمال طريقه التركيب، ان انت لما بتركب على زراعة بتركب بأحسن تكنيك اللي هو سكرو ريتيند مش سيمنتد. ليه؟ عشان مشكلة السيمنتد اللي هو معمول بسيمنت، السيمنتد هو الأسمنت يعني بس طبعا طبي، إن أنت لما بتلزقه بيمسك جامد جدا، عشان تنزل الطربوش ده من مكانه هتضطر تكسره، تبقى المريض كده خسر الطربوش، هيضطر إن هو يدفع ثمن طربوش جديد. طيب أنا لو فكيته بس كده بالمفك، طربوش في إيديا، سواء عايز أغير لونه، اغير طوله، اغير عرضه، اكمل حته اتقشفت منه، حصل له وات ايفر ايه، انا ممكن اعالج المشكله دي من غير ما المريض يتكلف، من غير ما احنا نعيد البروسيس كلها من اولها. فدي احسن واحدث الطرق. اما الطرق القديمه اللي انا بشوفها وبعض الزملاء الاطباء اللي هم حديثي التعامل مع المرضى بيعملوا غلطه، بنصح انهم ما يعملوش كده، ان هم بيبردوا الاسنان او بيبردوا القطعه المعدنيه اللي بتتوصل بالزرع، بيبردوها جوه فم المريض، وبياخدوا مقاس بطريقه عاديه، بيعتبروا ان الزرعه دي سنه المريض وياخدوا لها مقاس ويودوه معمل. التكنيكس دي غلط، التكنيكس دي بتحشر تحتها سيمنتو، بتحشر تحتها اكل، بتقلل عمر الزرعه الافتراضي. التكنيك دوت خلاص بقى من الحاجات اللي ما بقتش موجوده، يعني اديها 5 سنين بالكتير وهتتدرس على انها حاجه تراثيه، مش هتتدرس انها حاجه موجوده اصلا. الصح ان انت بتاخد المقاس يا اما ب كات كام كاميرا بتصور كل حاجه في فم المريض وتشتغل عليها، او بتاخد مقاس بحاجه مطابقه لشكل الزرعه، حاجه اسمها امبريشن بوست وانالوجز، قصه كده، حاجات مكلفه على الدكتور بس دقتها اعلى جدا من ان انت تبرد في فم المريض وتبعت للمعمل مقاس عادي. وبرده لما بيكون انت اللي معاك المعمل فانت بتقدر تعمل بروفات في اي وقت، بتقدر ان انت
تخلي الفني اللي شغال، طبعا الفنيين اللي عندي دكاتره مش فنيين عاديين، الفني ممكن يدخل ويبص على الحاجه ويقول لك، بتقول له مثلا انا عايز الحته دي بشكل كذا، انا عايز الحته دي دوران كذا، انا عايز اللي لسه خطاه ينزل كذا، لما بيكون قدام عينه غير لما تبعت له مقاس وتكلمه في التليفون وتقول له اعمل لي كذا، ممكن جدا ما يكونش سامعك بتركيز. انا هطلع لك العنوان تقولي بيفكرك بايه في عالم الزراعه او في عالم الاسنان عموما. الجريمه الضحك. إيه؟ هقول لك الجريمه الضحك. ايوه، ان انا دي فعلا بتضحكني. ان يجي مثلا واحد حاطط كوبري الفك كله على سنتين اماميتين والباقي كله معلق على الهواء، ببقى فعلا عايز اضحك. ازاي الفكره دي جت ازاي؟ ده العيان دوت لو بياكل ليل ونهار كريم شنطيه تتكسر، غير منطقي، وبدليل ان هو جالي، بدليل انها، والمشكله بقى ان هو كان عنده سنتين في الفك حط عليها التركيبه 10 او 12 ضرس، المشكله انها خدت السنتين دول وطارت. طب ده احنا خسرنا خساره اكبر، خسرنا السنتين وخسرنا التركيبه اللي دافعين فيها فلوس، فدي فعلا بتضحكني. المنسي، الفيلم الجميل بتاع العبقري عادل امام. اقول لك المنسي ايه؟ المنسي في عالم طب الحشو. الحشو، الحشو محدش بيديله وضعه خالص. الحشو ده من الحاجات اللي هي الناس بتعديها، والتقويم، المنسيين الاثنين منسيين. المنسيين. العار. العار. العار، هقول لك العار ايه. انا مره لقيت مريض جاي لي حاطط الزرعات شبه في شفته، او الدكتور حاططها شبه في شفته، يعني بدل ما احنا حاطينها فوق الريدج بتاع يعني فوق الفك، لو حاططها عاليين قوي يعني مثلا هنا كده، فتخيل انت المنظر بقى، ان هو لما بيضحك بيبان جسم الزرعه. ده عار، ده لازم نجيب من الاول. في افلام كتيره قوي، بس هو انا كل الافلام دي همتحن عليها. ويبقى عوده الندل. عوده الندل. عوده الندل في الافلام بقى، او النذله في الافلام، عوده المشكله. عندما يعود اليك المشكله، عالجت الألم النهاردة بشكل مش صحيح. ممكن أقول لك بعودة النادي دي تنطبق على إيه؟ لما إحنا نكون في 2022 وألاقي حد جاي بيكلمني على طرابيش معدن ومتغطية من بره بورسلين نصها، كمان نصها الخارجي ونصها الداخلي معدن بس بيلمع وجميل جدا. دي بقى اللي بتفكرني بهو، ياه عودة النادي. أنت من زمان قوي يا جماعة الكلام ده ما نزلش، ده خلاص ما عادش بينزل في الكتب. ده اللي هو ده بيسبب مش تسمم. جميل. مش ده بيسبب تسمم؟ لا، الموضوع دوت مش مظبوط، دي مش بتسبب تسمم. الهوجه دي طلعت على الحشو البلاتين. البلاتين لا، البلاتين ليه مشاكل تانية، لكن واحد بعد الشر جاله تسمم علشان حطت حشوه في بقه، لا، لكن هي بتعمل مشاكل تانية من الميركري، بتعمل تلون في الاسنان، بتعمل هي فيها الميركري؟ طبعا فيها الميركري. الميركري بيعمل تسمم. الميركري بريفرال نيوروبس. لا، بيترسب في الكلى. بريفرال نيوروبس بايريت. يعني مش حشوه هي اللي هتعمل كل ده، بس بيعمل بريفرال نيوروبس. بعد ايه لما يكون حضرتك انت عندك 32 ضرس حاشي 48، مفيش حاجه اسمها، يعني صعبه قوي. عارف انت ايه؟ واحد شم دخان في الشارع جه قال لك الدخان دوت جاب لي ربه. يا فندم هو مش للدرجه دي، انت لو قاعد جوه شكمان العربيه مش هيحصل كده. لا، الكلام دوت هوجه طلعت، الكلام دوت بنسب ضعيفه جدا جدا جدا، محتاج يعني محتاج دراسه انك تحط هذا الكم من الميركري ده، انت لو بتشربه مش هتوصل بالقوه دي. فهي هوجه، بس هو مش احسن حاجه، عشان ما نقولش هو مش احسن حاجه. نورتي وشرفتي، ربنا يخليك يا دكتور. وهناك افلام كثيره احنا قلنا. ممكن نعمل حلقه افلام. بالظبط، هنعمل جزء كبير. واضح ان انت حبيتي حبيت فكره الافلام. في جري الوحوش هيجي، بس انا عايز انهي بيه ليه؟ ده في الافلام، لان انت تعمل حاجه مش مطلوبه لك او مش معموله لك، او شيء تسعى اليه فقاقه، بتبدا تشغل دماغك على الواقع العلمي، تلتف ورا الحقيقه، ده يودي بتهيئة. جري الوحوش في الطب خطير جدا جدا جدا، ان انت تلتف ورا اللي يقول لك الدكتور، يقول لك انت لازم لك ان انت تعالج اللثه، فانت لا، اعدي اسكيب، لازم لك اشعه مقطعيه، اوفر، ما اعمل بانوراما وخلاص واخلص نفسي. هذا خطر جدا. ضيفتي العزيزه الاستاذ الدكتوره اسراء سعيد، نورتي الناس. يا دكتور ايمن، نورك دايما معانا مع الناس الحلوه. تكيس المبايض ده مقلب، مقلب بمعنى انه ممكن جدا يتقال للست انت التبويض عندك جيد، لكن
في حد نفسه في ذاته تكيس المبيض حاله مرضيه تشير الى ان التبويض مش جيد. لا مجال ان احنا نعمل منظار بطن عشان نعمل حاجه اسمها التثقيب بتاع المبيض. لا مجال ان احنا نعمل ده في علاج تكيس المبايض. الناس عندهم تكيس المبايض دول على فكره من اعلى نسب نجاح الحان المكاني. فعلا لان هم غالبا بيبقوا صغيرين في السن. الرحم بتاعهم بيكون كويس. فرص الحمل عندهم بتوصل ما شاء الله 60 و70% كمان بشرط استخدام البروتوكول المناسب ليهم في الحقن المكاني.